تدرين يا وفاء، أول ما فتحت عيوني وشفت جوالي لقيت رسائل ومسجات كثيرة من ناس كثير، كلهم يوصوني ويترجوني إني ما أجيب سيرتهم في التحقيقات. لا يا عبدالله، أنا حاسة إن أنت تسرعت أوي في قرار الاعترافات ده. بالعكس، أول مرة في حياتي أكون مرتاح نفسيا. صحيح عدد أنفاسي ونبضات قلبي أقل من اللي عدى وفات، لكن أحس براحة غريبة للي سويته. أي طب بس وفاء، ليكون جاية تقنعيني إني ما أجيب سيرة إبراهيم النجار؟ لا طبعا. أجل ليش كلمت يوسف وطلبت تقابليني ضروري؟ أنا كلمته علشان أديك دي السلسلة اللي أنت ورثتها من مامتك الله يرحمها. فاكر يا عبد الله لما اديتها لي وقلت لي خليها معاكي هتحرسك وتحميكي؟ هي فعلا حرستني، بس دلوقتي أنت محتاجها أكتر مني.